طيب مزيدا من التفاصيل واخبار الفريق النهارده، يمكن في شغل كتير جدا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في تدريب، في اجتماع مجلس اداره، في تحضير بقى للمرحله اللي جايه، لان عندنا مباراه مهمه جدا نهائي دوري الابطال. والنهارده الفريق كمان اخباره ايه؟ لان كولر ما اداش راحه، على طول استأنف التدريبات عشان يستعد في خلال 5 ايام لمباراه النهائي امام الوداد الرياضي المغربي. لذلك اطير مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، واللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه اخر الاخبار والجديد حاليا بخصوص استئناف الاهلي للتدريبات في الساعات القادمه. كريم، مساء الفل. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، حياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. طبعا النهارده احنا بنتنقل في اكتر من مكان، عندنا احداث مهمه للتدريب، المكان اللي انت موجود فيه طبعا قرب قاعه مجلس اداره النادي الاهلي، يعني كل ما هو جديد لديك من متابعه الاخباريه الخاصه في النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا محمد، يعني بنبارك للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بالتاكيد على مباراه الامس، واحده من اهم المباريات كالعاده في الدوري العام والتحضيريه للبطوله الافريقيه. انت عارف يا محمد، يعني يمكن كنا بنعمل طبعا نشوف اداء متطور بشكل كبير في المباراه الماضيه، فرص كتيره جدا ضاعت يمكن الراجل اتكلم عليها، لكن انت عارف يا محمد يعني 4 مرات على التوالي بنصل للنهائي، في كل مره لازم تلاقي يمكن في جزء كبير جدا من فكر لعيبه النادي الاهلي في المباراه النهائي، في المباراه النهائيه لازم تلاقي يمكن بعض المباريات فيها شويه يعني ما بناخدش الباور كامل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن التركيز كان كبير امبارح. لكن انت عارف هي ده طبع كره القدم ولاعيبه كره القدم، انت حاطط عينك على مباراه النهائي، لكن خلاص زي ما اكدنا وقلنا في كل مره بتنتهي بطوله الدوري حتى هذه اللحظه، نادي الاهلي يمكن ادى اداء مميز جدا على مدار الايام الماضيه والمباريات الحقيقه اللي كانت متلاحمه بشكل كبير جدا، لعبت يوم 23 و26 و29 وهتبدا تحضر لشوطين، طبعا شوط اول في المغرب وشوط ثاني ان شاء الله باذن الله كالعاده في القاهره، او العكس صحيح طبعا، يعني في القاهره البدايه والثاني طبعا في المغرب، لكن هي شوطين يا محمد انت عارف بتحتاج تركيز وتحضير كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. كولر معودنا يمكن بعد المباراه على طول بيكون فيهم راحه، لكن الراجل النهارده كان حريص جدا هو يجيب لعيبه النادي الاهلي اللي يكون في عمل استشفاء بشكل كامل وبشكل قوي جدا، لان المرحله اللي جايه خلاص انت عارف مفيش وقت، انت قلت يا محمد 5 ايام منهم هيكون تدريبه اساسيه طبعا فيها وسائل اعلام متواجده وتدريبه رئيسيه قبل المباراه طبعا ب 48 ساعه، عشان كده يمكن كان مهم جدا لعيبتنا النهارده تكون متواجده بالكامل، الكل النهارده يكون متواجد، كمان عايزين نطمن على عدد من اللاعبين، انت عارف الالتحامات كانت قويه جدا امس، شفنا السوليه يمكن كدمات محمد هاني، عدد من اللاعبين محتاجين نطمن عليهم، لان احنا يمكن الحمد لله الحمد لله وبناكد طبعا لكل جمهور النادي الاهلي ويا رب ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه يحافظ على لعيبه النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله الجاهزيه التامه والكامله لحمدي فتحي والشناوي وعلي لطفي، بنقول هذه الخبر طبعا من خلالك يا محمد ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين كالعاده بكل قوه، حمدي فتحي ان شاء الله يكون متواجد، الشناوي خلاص زي ما يمكن الموقع الرسمي اعلن وقناه الاهلي اعلنت على جاهزيه الشناوي، ايضا كمان علي لطفي، لان هذه مرحله مهمه جدا محتاجه التكاتف والتضحيات الكبيره جدا لهذه المرحله، جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا بمشيئه الله ان شاء الله، مش هنقول الحسم من المباراه الاولى لان انت عارف محمد ال 180 دقيقة ما تعرفش الحسم هيكون منين، ممكن تعمل مباراة قوية جدا وما تستطيعش ان انت تسجل اهداف، والعكس صحيح ممكن تروح المغرب تأدي اداء مميز جدا وتحرز هدف واثنين وثلاثة، لكن بنعمل بمشيئة الله ان شاء الله، كولر يكون محضر بشكل كويس جدا، يكون في تأني، يكون في هدوء بشكل كبير جدا مع لعيبة النادي الاهلي. اتكلمت يا محمد على رسائل مهمة جدا قالها كولر، دي رسائل مهمة جدا لما بتصل للاعلام وبكون مردودها على لعيبة النادي الاهلي، كل الرسائل بتصل، الراجل عايز يحط كل اللعيبة في مجال تركيز كبير جدا، يحسم الامر ان المباراة الاولى مش هي الحسم، المباراة الثانية هي الحسم، ده امر مهم جدا، حتى لو كسبت يا محمد في المباراه الاولى الراجل على طول بياكد بيقول لك احنا متاخرين بهدف، سياسه وفكر مهم جدا مع تدوير لاعبين مع روتيشن مع امور عديده جدا، يا رب ان شاء الله تكون النهايه خير، تكون النهايه سعيده على جمهور النادي الاهلي، هتبدا من الان او من لحظات البدايه طبعا في تدريب فريق النادي الاهلي اللي ينطلق في تمام الساعه 6 التحضير بالنسبه للمباراه الوداد الاولى، سواء تحضير نظري سواء ايضا كمان محاضرات، وعلى مدار الايام القادمه محمد بمشيئه الله تكون في اخبار طيبه جدا لفريق النادي الاهلي. طيب بما ان لسه التمرين الساعه 6 انا عارف الناس كلها مستنيه تبص وتشوف جزء من التدريبات، عايزه تشوف الشناوي بيتمرن في الملعب، عايزه تطمن على حمدي فتحي تشوفه في ارضيه الملعب، يعني باذن الله من خلال متابعتكم لباقي برامج قناه الاهلي على مدار اليوم والايام اللي جايه هتشوفوا كل التفاصيل، لكن النهارده المران هيكون الساعه 6 زي ما قال زميلنا كريم احمد، فبالتالي مش هيكون معانا اي جزء من التدريب النهارده عقب مباراه سيراميكا بالامس. ولكن يا كريم عايز اتكلم في نقطه ثانيه، بما انك برضو قريب من اللعيبه والجهاز الفني، مدى احساس اللعيبه دلوقتي ان هي هتلعب النهائي الرابع على التوالي، ويمكن النهائي المره دي مختلف، يعني هذا الجيل لعب 3 نهائيات 2020 امام الزمالك، 2021 امام كايزر تشيفز، 2022 امام الوداد الرياضي المغربي، ولكن كل هذه المباريات كانت مباراه فاصله 90 دقيقه لقاء واحد، المره دي لقاء ذهاب عوده، الاجواء
حاله اللعيبه بيتكلموا في ايه؟ بما انك قريب من الجهاز الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد، الدوافع، يعني كل التفاصيل اللي انت اكيد شايفها من خلالك. يعني نقطة مهمة جدا يا محمد، أنت عارف طبعا يعني مباراة 90 دقيقة دي الفرصة ما بتتعوضش، وده يمكن بتكون في صعوبة كبيرة جدا للتحضير الفني بالنسبة للجهاز الفني وأيضا كمان بالنسبة للاعبين، لأن هي خلاص بتنتهي ال 90 دقيقة، سواء ربنا كرمك بتحصل على البطولة أو لو بيكون في إخفاق ما بتقدرش إن أنت تعوض. عشان كده بلغة الكرة 180 دقيقة بتكون مدية متسعة من الوقت بشكل كبير جدا للمدير الفني، للجهاز الفني، إن هو يقرأ الخصم، يحضر، يشوف نقاط القوة والضعف، ده أمر بيكون مهم جدا. اللعيبة أيضا كمان مستقبلة هذا الأمر يعني بهدوء جدا، لان الحمد لله لعيبه النادي الاهلي بتعرف ازاي تتعامل مع المباراه شوطين، مع مباراه الذهاب والعوده، ده امر مهم جدا. الفصل التام محمد بين بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه والرغبه المتجدده الحقيقه والدوافع المستمره للعيبه النادي الاهلي، ده امر ما بتشوفوش الا في النادي الاهلي فقط لا غير. مباراه بتنتهي بيبقى عايز المكسب للمباراه القادمه، مباراه بتنتهي بيبقى عايز يفرح جمهور النادي الاهلي. عشان كده حاله التركيز والدوافع المرتفعه بشكل كبير جدا والمعنويات الكبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، ده امر مهم حابين ننقله للجمهور. جمهور النادي الاهلي منتظرينه مهما كان العدد، لابد يكون فيه تشجيع وهتاف وحماس وامور عديده جدا منتظرينها من كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. ده بالنسبه لنا ده امر فاصل. المباراه الاولى مباراه مهمه جدا، انطلاقتنا هتدي رساله للجميع، وده يمكن الجهاز الفني، كابتن سيد، كابتن سامي، كل طبعا الجهاز الاداري بالكامل بياكد على هذا الامر. المباراه الاولى هتكون رساله للجميع. عشان كده بقول لك التحضير مهم جدا خلال الفتره القادمه، شوطين هيكونوا مهمين جدا. الشوط الاول نبذل فيه كل الجهد، توفيق ربنا بمشيئه الله يكون معانا، والمباراه الثانيه هتكون ليها تحضيرات مختلفه جدا جدا يا محمد. انت حضرت اكثر من مره الحقيقه في المغرب، كنت متواجد في الفترة الأخيرة في الوداد وعارف جمهور الوداد وعارف الأجواء اللي بتكون هناك إزاي، لكن إحنا الثقة الكبيرة في جمهور النادي الأهلي وفي لعيبة النادي الأهلي وفي الأجواء اللي حضروها أربع مرات على التوالي، 16 مرة بيصل النادي الأهلي للمباراة النهائية، ده بيشعرك بالفخر الكبير جدا إن النادي الأهلي بقيمته الكبيرة. إن شاء الله بإذن الله ال 11 تكون أهلاوية بالعزيمة وبالجدية وبشخصية وبروح النادي الأهلي اللي إحنا منتظرينها من لعيبتنا. ومش بعيدة محمد أي حاجة على ربنا سبحانه وتعالى، الكل مجتهد نصيب، لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير، ينقصنا بس توفيق ربنا والاختيار الفني المميز جدا اللي منتظرينه مستر كولر وجمهور النادي الاهلي بمشيئه الله يكون كلمه السر يا محمد. كريم، سؤال اخير وهو متعلق بالمكان اللي انت موجود فيه حاليا بقى قرب قاعه مجلس الاداره، وانا عارف في شغل كتير جدا بيتم واجتماعات يوميه عشان افتتاح فرع التجمع باذن الله يوم الخميس المقبل، توجيه الدعوه لكبار الضيوف والساده المسؤولين، وان شاء الله باذن الله حفل يليق بالنادي الاهلي يوم الخميس المقبل افتتاح فرع التجمع. اعتقد اجتماع له علاقه بالتفاصيل دي والاستعداد والتحضير للحفل يوم الخميس، وايضا كمان التحضير لمباراه الفاينل يوم الاحد والموافقه الامنيه على الحضور الجماهيري، وكل التفاصيل اكيد برضو ممكن يكون من خلالك. تحضيرات الحقيقه محمد مكثفه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، يعني الكل في كذا اتجاه، الكل بيعمل في كذا اتجاه. تحضيرات بالنسبه طبعا للصرح الكبير جدا والمنشاه الكبيره جدا اللي منتظر افتتاحتها مشيئه الله ان شاء الله، الفرع التجمع اللي يمكن اكيد بالتاكيد هيسعد كل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، لان فيه جزء ومجهود كبير جدا جدا يا محمد بوزل في خلال الفتره الماضيه عشان هتشوفوا الشكل الذي يليق فعلا باسم النادي الاهلي. التحضيرات كانت مهمه جدا، مجلس اداره يمكن مجتمع النهارده بتاع الساعة 3 يمكن الكل اجتمع النهارده، بدأ الاجتماع 3:30 تحضيرات بالنسبة طبعا لمباراة الوداد، جانب أمني يمكن زي ما احنا عارفين بيكون في اجتماعات أمنية طبعا، المسؤول الأمني طبعا العميد علاء صلاح اللي بيحضر بكثافة طبعا دخول الجماهير والخروج وكل الأمور الخاصة بهذا الأمر. أيضا كمان الحفل الكبير جدا اللي منتظرينه مشيئة الله يوم 1/6 إن شاء الله هو حفل افتتاح، أمور عديدة جدا يا محمد. النادي الأهلي يعني بياخد خطوات ثابتة للأمام في مجال كرة القدم وفي الإنشاءات وفي أمور عديدة جدا. عشان كده النهارده إن شاء الله يكون اجتماع مثمر يضع كل طبعا مجلس إدارة النقاط على الحروف، الترتيبات، كل الامور دي، وعندنا امل كبير جدا 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 ان جمهور النادي الاهلي يكون سعيد يوم الخميس بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله يوم 1/6 بالصرح الكبير جدا، صرح التجمع، ومنها ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي، نقطع شوط كبير في البطوله الافريقيه، وربنا يوفقنا ان شاء الله في المباراه الثانيه يا محمد باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد مفد قناه الاهلي، شكرا جزيلا ليك.